بص يا جماعه، ربنا من اسمائه الحسنى وقلناها في حلقه قبل كده، الواسع، الواسع اللي بيوسع على عباده، الواسع اللي خلقه واسع وكونه واسع، الواسع اللي عمره ما يقفل عليك الاختيارات ويضيق عليك القدر لدرجه انك تقول ما عادش في حل. لا يمكن، الله لا يمكن يعمل معك كده. عايز اقول لك يضيق عليك القدر عشان يقول لك قوم اتحرك لقدر تاني أوسع، ما هو كله من قدر الله. هو أنت هتروح فين يعني؟ مش أنت كل حياتك في قدر الله؟ أنت في قدر، أنت في وضع صعب ضيق عليك، ده قدر. وفي قدر تاني واسع، كل المطلوب أنك تتنقل من ألف لبه، يعني كأن القدر فتح لك مساحات مختلفة. قدر ضيق، وهنا في قدر أوسع، وهنا في قدر أوسع وأوسع، بس عايز مجهود أكتر. ها أنت بيحصل إيه؟ أنك بتقول ما هو ده القدر، فبتقعد مكتف إيديك، وهو ربنا بيقول لك القدر علشان تتحرك. أنا من أسماء الحسنى الواسع، عمري ما هضيق عليك. قوم يا أخي، قوم انطلق إلى قدر أوسع ليك. ده كده ما بقاش حقنة مخدرة، ما بقى إيه؟ ده كده بقى مشروب للطاقة. بقى القدر كأن ربنا بيقول لك أنا ضيقت عليك وحطيت عليك التحدي عشان تتحرك.